شكل استقبال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لقادة حركة طالبان نهاية يوليو الماضي أول مؤشر على طبيعة التعاون المستقبلي بين الجانبين حتى قبل دخول الحركة إلى العاصمة الأفغانية كابول منتصف أغسطس الماضي. ولطالبان علاقة تعاون مع الصين التي لها حدود مشتركة مع أفغانستان يبلغ طولها 76 كيلومترا فقط. وتقول الحركة إنها تأمل الحصول على مزايا اقتصادية واستثمارات صينية في أفغانستان هي في أمس الحاجة إليها. وأشار المتحدث باسم طالبان إلى أن مساعدة الصين ستساعد الحركة في إنعاش اقتصاد البلاد، وأضاف أن الصين تعد منفذا حيويا لأفغانستان على السوق الدولية، لا سيما أن الوصول إلى الأسواق الخارجية تعرقله العقوبات وغياب الاعتراف الدولي. من هنا فإن التعاون مع الصين يوفر فرصة مواتية لحركة طالبان، ويتطلب الوصول إلى هذه الأسواق شبكة مواصلات حديثة، وهذا ما دفع مجموعة صاني الصينية إلى التعبير عن استعدادها للاستثمار في أفغانستان. وتساهم الشركة في تشييد ما يعرف بمبادرة الحزام والطريق، وهو المشروع الذي تتوقع الصين أن يوسع نفوذها التجاري العالمي. وقد سعت الصين منذ أمد طويل لضم أفغانستان إلى مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق، ليأتي تأكيد طالبان أنها تدعم هذه المبادرة لإسهامها في تطور وازدهار المنطقة. تحدي حيوي آخر يفرض نفسه على حركة طالبان هو أزمة الطاقة، ف35% فقط من الأفغان تصلهم الكهرباء، وهو ما سيشكل فرصة استثمارية كبيرة. و70% من احتياجات أفغانستان من الطاقة الكهربائية تستورد من الخارج. أما الثروات الطبيعية وكبرى الاحتياطات التي تسخر بها أفغانستان فيبدو أنها تشكل أولوية في خطط التعاون المشترك، مع تأكيد حركة طالبان أن مناجم النحاس في أفغانستان ستعود للعمل بمساعدة الصين.